السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. هل تعلم ماذا يحدث لك إذا قرأت كتاب شمس المعارف الكبرى؟ فتابعنا حتى الأخير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كثير من الناس المتابعين أو المتابعات أو بعضهم أو أحد من عائلتهم وأقربائهم قد أدخل كتاب شمس المعارف الكبرى، اشترى عن طريق الفضول، يعرف ماذا فيه وماذا يفعل السحرة للمطالعة فقط لكي يكون عالما بهذه الأمور كي يحضرها، فإذا هو يقع في شراك الشياطين ويستحضر الشياطين بالأقسام التي يقرأها، فإن الشياطين لا تعلم أنك تريد الفضول ولا غير الفضول، إنما قرأت العزيم والتوكيل، إما أن تدخل جسدك أو تتسلط عليك أو تتسلط على ذلك البيت الذي تسكن فيه، فإذا مرضت لك زوجتك وأولادك فلا تلومن إلا نفسك، بارك الله فيك. لذلك اعلم أن كتاب شمس المعارف الكبرى إذا يتواجد في بيت فاعلم أن الشياطين ستتواجد بقوة، إنها تتبع هذا الكتاب وتقدس هذا الكتاب. إذا كانت الملائكة تحب مجالس الذكر والقرآن فإن الشياطين والأبالسة تحب هذا الكتاب وتقدسه وتتبعه أينما كان. فإذا دخل هذا الكتاب إلى بيتك ولو عن طريق الفضول أو تريد أن تملأ به مكتبتك إذا وجدت مكانا فارغا، فإنك قد ملأت حياتك بالشر وجنيت على أولادك وأحفادك. كيف؟ إذا أنت قدر الله لك أنك مت وتركت هذا الكتاب في مكتبتك، فإن أولادك وأحفادك سيقرؤونه رغما عنهم، إما أن الشياطين تجبرهم على قراءة هذا الكتاب ليتعلموا السحر من أوسع أبوابه، أو أنهم سيقرؤون هذا الكتاب عن طريق الفضول ويقرؤون أقسام وعزائم وتوكيلات والقسم على الجن والعهد والميثاق، فإذا قرأوا هذا فإن الشياطين ستتسلط عليهم. ثانيا، قد يتعلمون السحر والعرافة والكهانة ويتدخلهم الشياطين وتلبسهم، وخصوصا إذا كانوا من الناس الذين تؤثر فيهم العين بكل سهولة، فإن ليس له تحصين وتدخله الشياطين عند ذلك تجني عليك وعلى نفسك وأولادك، والله المستعان. وأي بيت يكون في هذا الكتاب فإن التسلط يكون فيها شديد. لذلك إخواني أخواتي، أي بيت يوجد في هذا الكتاب فإن الأطفال الرضع سيتأذون إيذاء شديدا. يعلم أخي المبارك أختي المباركة أنك إذا أدخلت هذا الكتاب، كتاب شمس المعارف الكبرى، لتقرأه في بيتك، فاعلم أنك أدخلت شرا عظيما إلى بيتك، والله المستعان. فإنك أدخلت الشياطين الأبالسة إلى بيتك ملوكا ومردة وعفاريت لن يرحموك. لذلك فاعلم أن هؤلاء الشياطين الذين يتبعون هذا الكتاب أغلبهم يطيعون هذه العهود وهذه الأقسام التي في هذا الكتاب، لذلك هم ينتظرون منك خطأ صغيرا ويدخلوك أو يؤذوك أو يتسلط عليك أو يخدموك من أجل أن تكفر بالله العظيم، والله المستعان. إذا عندك هذا الكتاب في البيت أو عند أحد من عائلتك وأقربائك فانصحه لوجه الله الكريم وقل له إن هذا الكتاب الذي عندك في بيتك ستخرب به بيتك وتؤذي به أولادك وأحفادك، لأن الشياطين قد تتسلط عليهم ويتعلموا السحر من هذا الكتاب عن طريق الفضول فقط لا أقل ولا أكثر. فيبدأ الأمر بالفضول، ويقرأ المرء هذا الكتاب ويقرأ الأقسام وتحضر له الشياطين لأنه أقسم عليهم وبالعزيمة والتوكيل، وكذلك إما أن يؤذوه أو يطيعونه ويؤذي بعض الأشخاص، أو أنه يسكنونه ويؤذون له زوجته وأولاده. لذلك إذا عندك هذا الكتاب في البيت فعليك أن تحرقه وتتوب إلى الله عز وجل، ولا بأس إذا أنت قرأت هذا الكتاب مرات كثيرة أو قرأته فعليك أن تجدد شهادتك، والله المستعان، للاحتياط، لأنه قد تكون كفرت بالله العظيم وأنت لا تدري، لأن قراءة هذا الكتاب فإنه فيه تعويذات استغاثة بالأبالسة والشياطين وطلب المدد منهم والكفر بالله العظيم، لأن هذا الكتاب إذا وجد عندك في البيت فهذا أكثر من الذهاب إلى الساحر، فهذا أكثر من الذهاب إلى الكاهن، فأنت أتيت بالكاهن والساحر إلى بيتك، والله المستعان. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.